فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. متفق عليه. يقول: ما المراد بهذه الميتة الجاهلية؟ يعني إنه عنده خصلة من خصال الجاهلية، لا أنه كافر، بل عنده خصلة من خصال الجاهلية يموت عليها والعياذ بالله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.